تحرص الدولة على تكريم قادة نصر أكتوبر لدورهم الهام في استعادة الأرض والكرامة المصرية والعربية. وتعبر كلمات قادة الدولة المصرية عن مدى فخر مصر بجنودها وأبنائها من القوات المسلحة الذين حولوا مرارة الهزيمة إلى نصر مبين في حرب أكتوبر المجيدة. كلمات تعبر عن مدى فخر مصر بجنودها وأبنائها من القوات المسلحة الذين حولوا مرارة الهزيمة إلى نصر مبين في حرب أكتوبر المجيدة. فرغم مرور السنين لا تنسى الدولة أبنائها الذين بذلوا الجهد والعرق والدماء في سبيل الحفاظ على الأرض والكرامة. وفيما لم تمر سوى بضعة أيام على بدء حرب السادس من أكتوبر حتى جاء يوم السادس عشر من أكتوبر عام 1973، ألقى الرئيس الراحل أنور السادات خطاب النصر في مجلس الشعب، وهو أحد أشهر الخطابات التي لا يزال يتذكرها المصريون. خطاب كشف فيه السادات تحت قبة البرلمان المصري عن حجم الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر، كما أشاد بأبنائه من المقاتلين على خط الجبهة الذين قدموا أرواحهم فداء لبقاء الأمة قوية أبية. وبين إشادة بطل الحرب والسلام الرئيس السادات بقادة حرب أكتوبر وتكريمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم، تغيرت السنين وبقيت التقاليد العسكرية ثابتة، لعل من أهمها التحية العسكرية المقدمة لأبطال النصر في أكتوبر 73. لنا عظيم الشرف إن احنا نلتقي ونشوفكم وكل الناس اللي موجودة، مش بس اللي في القاعة، في مصر يشوفوا الناس، يشوفوا الرجال أو من تبقى من الرجال، أو من تبقى من الرجال اللي قدموا لبلدنا الكرامة والعزة والنصر والشرف دون مقابل. الرئيس السيسي حرص أيضا على تكريم زوجات أبطال حرب أكتوبر وقادتها تقديرا لدورهن في دعم أزواجهن خلال هذه الفترة المضيئة في تاريخ مصر العسكري. وهكذا، من أراد أن يرى رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فلينظر إلى هؤلاء الرجال، فالكلمات مهما بلغت بلاغتها تقف عاجزة عن وصف ما قدموه من أجل الوطن. إنهم فخر مصر ورجالها، ماضيها وحاضرها ومستقبلها.